السلام عليكم يا كرام، كيف الحال والأحوال؟ في البداية يا صديقي لا تنسى من اللايك والشير وسبسكرايب في القناة أول ما حضرتك تشوف اللي إن شاء الله في العالمين. نتكلم عن كيف تعمل سيارات الأطفال اللاسلكية. تعمل سيارات الأطفال اللاسلكية عن طريق استخدام بطاريات قابلة للشحن. تحتوي هذه السيارات على محرك كهربائي ونظام تحكم بيعمل بالراديو توجيه السيارة. تتكون السيارة اللاسلكية من عدة مكونات أساسية، بما في ذلك بطارية قابلة للشحن ومحرك كهربائي ونظام تحكم يعمل بالراديو وعجلات. يهم شحن البطارية عن طريق وصلها مصدر الطاقة، وعندما تكتمل الشحنة يمكن للطفل تشغيل السيارة. يتم التحكم في حركة السيارة عن طريق نظام التحكم اللاسلكي الذي يستخدم تقنية الراديو. عندما يدفع الطفل على زر ريموت التحكم يتحرك المحرك الكهربائي ويبدأ الإرسال والتلقي اللاسلكي للإشارات بين جهاز التحكم في السيارة وجهاز التحكم الذي يمسكه الطفل. وبهذه الطريقة يمكن للطفل التحكم باتجاه وسرعة السيارة. تعتمد سيارة الأطفال اللاسلكية عادة على بطاريات 6 فولت أو 12 فولت، وتتوفر بمجموعة متنوعة من التصاميم والأحجام والألوان، ويمكن أن تكون مجهزة بمزايا إضافية مثل الأضواء ومقاعد قابلة للتعديل وأحزمة الأمان وقابض السحب لسهولة النقل. لحد هنا أرجو أكون فدت حضرتك بمعلومة. لو حضرتك استفدت لايك وشير، ولأول مرة حضرتك تشوفنا سبسكرايب في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.